7/2023 نفتتح مدارس أو أندية الصيفية لمدارس الكويت الخيرية. فنفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك استقبال الطلبة وكذلك المتبرعين. يعني هذا النشاط في خدمة جميلة لإخواننا وبناتنا وأطفالنا نرتقي فيهم وندخل الترفيه ويعني الأبعاد. هذه الأجزاء للنادي عندنا التمرير وعندنا عزة وتفاؤل وقرآن كريم رعاية الموهوبين وكذلك مسابقات ورحلات ترفيهية وكذلك تقوية اللغة الإنجليزية. أنشطة عديدة نقوم بأدائها في هذا النادي. فكل الشكر للجميع ولكل من تواصل معنا. جزاكم الله خير. نحط الدين نفعت إلى فوق زائد الدين ناقص ثلاثة زائد واحد زائد اثنين جواب. شادت بروحي قصر حب شامخ فيه الوفاء ركيزة وعماد. في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بزيارة مدرسة الإنسان الأولى ودخلنا هذه الورشة الجميلة اللي تعلم البنات والأولاد يعني كيفية صناعة الصابون. وهذا شيء طبعا محمود أن الإنسان يقوم بالعمل ويعني يمكن حتى بعدين يمكن يكسب من عمل يده. تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني. لكن سرور القلب في أركاني وبين سلام عليكم رجال الوفاء. سلام عليكم رجال الوفاء وألف سلام على الوافيات. ويا فرح القلب بالناشئين ففي هؤلاء جمال الحياة. رص الصفوف بكى الصلاة تضفهم بكى عنهم بنيان فتح وإيمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اليوم في المخيم الصيفي في أحد مدارس الكويت. الآن أنا في زيارة هذا الصف المبارك ليعملون إعادة تدوير الشغلة. فقلنا إحنا الآن يستفيدون يتعلمون ويعلمون إن شاء الله ويستفيدون من هذا في المستقبل. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل تبرعات ناصر الصالح جزاه الله خير عشان شغل أوقات فراغ البنات والأولاد فيما يفيدهم.
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والرشاد، وأن يجعل ما يعملون في ميزان حسناتهم، وأن يبارك في هذه الوجوه الطيبة والقائمين عليه. كتير انبسطنا بالمخيم، وانا هاي اول مره بطلع تخييم مع مدرسه، وتعرفنا على رفقات جدد. واكثر فقره اللي انبسطنا فيها هي فقره المسبح وفقره صلاه الجماعه مع الطلاب والتلاميذ.